بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي طلبة الصف الخامس العلمي الأحيائي، أهلا وسهلا بكم في سلسلة الدروس الفيديوية الإلكترونية مجموعة العميد التعليمية، وبالخصوص مادة علم الكيمياء الفصل السابع كيمياء البوليمرات. سوف نتناول في درسنا هذا اليوم الدرس الرابع، المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي. حقيقة في الدرس السابق تناولنا فيه تعريف البلمرة، بلمرة التكاثف، ووضحنا فيها أشكال بوليمرات التكاثف، وأيضا حددنا أنواع البوليمرات، بوليمرات التكاثف، وأعطينا وصف لكيفية تحضير بوليمرات التكاثف مختبريا. أيضا ذكرنا مميزات أنواع بوليمرات التكاثف واستخدامات واستعمالات هذه البوليمرات، أقصد بها بوليمرات التكاثف. إن شاء الله لهذا اليوم سوف نتناول موضوع المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي. أهلا وسهلا بكم، معكم الأستاذ وسيم طالب. مفردات درسنا لهذا اليوم: المطاط الطبيعي والمطاط الصناعي، عالم اللدائن، البلاستيك، النفايات البلاستيكية. الصورة اللي على اليسار تحدث عن المطاط الطبيعي، من اسمه المطاط الطبيعي، يستخرج طبيعيا من الأشجار. وكذلك المطاط الصناعي مثل ما تشاهدون، هذه شكل أشكال المطاط الصناعي. وأيضا هذه الشجرة اللي موجودة أمامكم، هي الشجرة اللي ينتج من خلالها المطاط الطبيعي. كذلك النفايات البلاستيكية أيضا سوف نتناول بعض المفهومات والمفردات عنها. نتائج التعلم لدرسنا لهذا اليوم: نعرف بعض المصطلحات مثل اللدائن والبلاستيك، المطاط إلى آخره من المصطلحات. نوضح إن شاء الله بعد نهاية هذا الدرس، نكون قادرين على توضيح كيفية تكوين المطاط بأنواعه الطبيعي والصناعي، أو المطاط المفلكن إلى آخره من أنواع المطاط. نحدد الفرق بين المطاط المفلكن والغير المفلكن، هل يوجد فرق بين هذا النوعين من أنواع المطاط. كذلك نعطي وصف لكيفية تحضير أنواع المطاط والبوليمر البيولوجي المتحطم. هناك نوع من أنواع البوليمرات تسمى بالبوليمرات البيولوجية المتحطمة. كذلك إن شاء الله سوف نتمكن من ذكر الطرق التي يجب اتباعها لحد من تلوث نفايات البلاستيك، ونذكر بعض أنواع الرموز ودلائلها للعبوات البلاستيكية والحوافظ البلاستيكية. سؤال: عرف كل من اللدائن والبلاستيك، شو الفرق بين اللدائن والبلاستيك؟ حقيقة اللدائن هي نفسية البلاستيك، والبلاستيك هي نفسية اللدائن. اللدائن هي مجموعة من البوليمرات، بينما البلاستيك هو بوليمر، أي نوع من أنواع البوليمر. طبعا لكل بوليمر إلى صفاته الخاصة. فلو نجي نشوف اللدائن هي بلاستيكس سهلة التشكيل لانخفاض درجة انصهارها نسبيا، بما أنه درجة انصهارها تكون قليلة، إذا تكون سهلة التشكيل، تكون سهلة التشكيل. ولكن تتفاوت في صفاتها كثيرا، بحيث تستعمل في أغراض كثيرة في الحياة المعاصرة، وتسمى أحيانا مواد بلاستيكية. إذا هي لدان هي نفسية مواد بلاستيكية، ولكن جمع لهذه المواد البلاستيك يسمى باللدان. بينما البلاستيك هو مفرد عبارة عن جزيء ضخم، غالبا بوليمر، يمكن صبه وتشكيله، مثل البلاستيك الأثيلين، أو ما يسمى بالبولي أثيلين PE، أو بلاستيك كلوريد الفاينايل، أو ما يسمى ببولي كلوريد الفاينايل PVC، إلى آخره من أنواع البلاستيك. شوفوا شباب، هذا اللدائن مجموعة من البوليمرات، وهذا البلاستيك، هذا البلاستيك الخاص بصناعة السيدي روم الخاص بالحاسبة، هذا البلاستيك خاص بصناعة عبوات حفظ المياه، إلى آخره من أنواع البلاستيك اللي موجودة. السؤال اللي يطرح نفسه اللدائن اللي موجودة أمامك: المطاط الطبيعي. قبل شوية شفنا شجرة المطاط شباب، اللي موجودة عندنا معظم بيوتنا، حاطين بها شجرة المطاط اللي هي عبارة عن شجرة ظلية. هذه هي شجرة المطاط، بعد كذا سنة تكون كبيرة ينزل من عندها المطاط. طبعا المطاط الطبيعي يستخرج من هذه الشجرة، هي شجرة استوائية موجودة بماليزيا، موجودة بالبرازيل، عبارة عن ينتج عنها مركب طبيعي من وحدات مكررة، هاي الوحدات الصغيرة اللي سميناها بالمونومر. طبعا هذا المونومر يسمى بالايزوبرين، بشكلها سيز ايزوبرين. شباب سيز معناته متجاور، اسم العلمي 2 مثل 1 3 بيوتاداين، 2 مثل 1 3 بيوتاداين. هذا لو نجي نشوف، في هذا عبارة عن بيوتاداين 4 ذرات كربون، 1 2 3 4، مجموعتين
مجموعتين مزدوجه اثيلين جروب، هاي مجموعه اثيلين جروب، وهنا عندنا مجموعه اثيلين جروب، هذا يصيحوا للبيوتا دالين. البيوتا معناته مجموعتين من العناصر المزدوجه، يصيحوا لبيوتا داين، مجموعتين من العناصر المزدوجه المتتاليه، مجموعتين متتاليه المتعاقبه. مجموعه اثنين مثل، لو نجي نحسب 1 2 3 4، موقع اثنين موجود مثل، وموقع واحد وموقع ثلاثة موجود آصرة مزدوجة اللي هي البيوتاداين، آصرة مزدوجة اللي هي بيوتاداين. إذا سيز معناته متجاور، عندنا هنا الأتش والأتش، ذرة الأتش ذرة الهيدروجين يكون المتجاورات، لذلك يسمى بالسيز آيزوبرين، سيز آيزوبرين، هذا اسم الشائع وهذا اسمه العلم. 2 ميثايل 2 ميثايل، هذا موقع 2 ميثايل 1 3 بيوتا داين، هذا بالنسبة للمطاط الطبيعي. إذا هذا الاسم الشائع له وهذا الاسم العلمي له. أما بخصوص المطاط المصنع شباب، هو المطاط المحضر من بلمرة، يعني عملية إضافة النيوبرين، هذا أيضا اسم الشائع علما للمطاط الصناعي. شنو اسمه العلمي؟ 2 كلورا بيوتا داين، هذا اسم العلمي. 1 ونجي نحسب 4 ذرات كربون، 1 2 3 4، في موقع 2 موجود مجموعة الكلورو، ذرة الكلورو. إذا 2 كلورو بيوتا داين شباب، 2 كلورو بيوتا داين، هذا شنو؟ هذا الوحدة الأساسية لبناء المطاط المصنع، لبناء المطاط المصنع. حقيقة المطاط المصنع يشبه المطاط الطبيعي اللي هو الايزوبرين، هذا اللي حكينا عن ايزوبرين، وهذا هنا 2 كلورو بيوتا داين. شوف الفرق بين المطاط الطبيعي اللي هو ايزوبرين والمطاط الصناعي اللي هو 2 كلورو بيوتا داين، هو الاختلاف في موقع الثاني، في الموقع الثاني. هنا عندنا شنو؟ مجموعة الكلور، وهنا عندنا مجموعة الميثايل، مجموعة الميثيلين سي اتش 3، وهنا مجموعة الكلور. إذا المطاط الطبيعي يختلف عن المطاط الطبيعي الصناعي بوجود مجموعة الميثيلين، والمطاط الصناعي يختلف عن المطاط الطبيعي بوجود مجموعة الكلور. إذا السؤال هنا، إذا قيل لنا ما هو المطاط المصنع، نقول هو عبارة عن عملية بلمرة أو بوليمر ينتج من عملية بلمرة النيوبرين اللي هو 2 كلورو بيوتا داين، ويختلف، شوفوا بما يختلف التركيب الجزيئي النيوبرين عن التركيب الجزيئي للمطاط الطبيعي، يختلف بوجود مجموعة الكلورو في الموقع الثاني للبيوتا دايم، هذا هو المطاط المصنع. السؤال هنا أنا قلت تحمل المطاط المفلكن درجات حرارة أعلى من المطاط الصناعي أو المطاط الطبيعي بوليمر غير ثابت حراريا. إذا عندنا هنا سؤال، الحقيقة السؤال الأول شنو المطاط المفلكن وليش يستعمل درجات حرارة، يستحمل درجات حرارة أعلى من المطاط الصناعي أو المطاط الطبيعي؟ حقيقة المطاط المفلكن هي عملية إضافة جزيئات الكلور إلى المطاط الصناعي أو المطاط الطبيعي، بحيث هاي جزيئات الكلور تعمل على التشابك بين جزيئات المطاط فيما بينها من خلال ذرات الكبريت، حيث يتحول فيها إلى مادة صلبة. بما أنه عملية تشابك موجودة، بما أنه عملية تشابك موجودة، إذا راح نحصل على مطاط ذو صفات صلبة وقوية. هو هذا المطاط، سواء كان مطاط طبيعي أو مطاط صناعي، شوف شباب يكون سهل التشكيل أو غير قوي وغير صلب. عملية الإضافة للكلور نحصل على هذا الأنواع من عملية إضافة عملية إضافة الكبريت، العفو، ذرات الكبريت للمطاط الطبيعي ينتج مطاط صلب وقوي. شوف هذه صناعة التايرات، هذا صناعة البلاستيك إلى آخره من أنواع المطاط. إذا تحمل المطاط المفلكن درجات حرارة أعلى من المطاط الصناعي، وذلك بسبب التشابك الناتج من عملية إضافة ذرات الكبريت، وبالتالي تتحول إلى مادة صلبة قوية. بينما نلاحظ أن تطبيقات المطاط النقي الطبيعي والمصنع قليلة نسبيا، لأنه عند تسخينه تنزل جزيئات منفردة ما متشابكة بسهولة إلى الأمام والخلف وبعضها فوق بعض، يصبح المطاط ناعما ومزجا لا يمكن استخدامه لصناعة الحاجات، وبالخصوص الحاجات اللي تتحمل ذات بنى قوية وصلبة. هنا نجي السؤال اللي يتحدث عن عملية الفلكنة، volcanization، عملية الفلكنة. شنو عملية الفلكنة؟ احنا تحدثنا عنها،
وبين ماذا يحدث الجزيئات المتجاورة عن تسخين ذرات الكبد. التعريف يقول عملية الفلكنة عبارة عن عملية تداخل بين جزيئات البوليمر اللي هو الايزوبرين، شباب الايزوبرين بولي ايزوبرين المتجاوره التي تحدث لدى تسخين هذه الجزيئات مع ذرات الكبريت، الى عمليه اضافه ذرات الكبريت للبوليمر ايزوبرين بوجود درجه الحراره للحصول على بوليمر متشابك تسمى بعمليه الفولكنايزيشن او الفلكنه. هذه الصوره لو تشاهدون بها وجود ذرات الكبريت التي تعمل على تشابك بين جزيئات المونومرات فيما بينها، وبالتالي الحصول على بوليمر متشابك ذو صفات صلبة وقوية. هذا هو الصورة اللي بالأصفر أمامكم، عبارة عن بوليمر ينتج من عملية بعد عملية الفلكنة، شباب بعد عملية الفلكنة. طبعا عدة عمليات تحدث على البوليمر للحصول على هذه الصورة. السؤال اللي يتحدث عنه، ما هو أنواع النفايات البلاستيكية؟ طبعا النفايات البلاستيكية نوعين، النوع الأول يسمى بالنفايات العضوية والنوع الثاني يسمى بالنفايات البلاستيكية. النفايات العضوية هي النفايات اللي تنتج من المخلفات أو المواد العضوية مثل مخلفات الطعام، شباب مخلفات الطعام هذا يسمى بالمخلفات العضوية. طبعا تتميز هذه المخلفات بمقدورها على التحلل طبيعيا بوجود بعض أنواع البكتيريا وأشعة الشمس، مثل ورق الكرتون يتحلل ممكن تحليل بالبكتيريا إلى مكونات الأساسية خلال أيام أو شهور أو سنين بسيطة، ممكن تتحلل إلى أشكالها الطبيعية أو الأصلية. بينما النفايات البلاستيكية لو نجي نشاهد الأنهر تكون حاوية على نفايات بلاستيكية، الأرض أيضا تكون حاوية على نفايات بلاستيكية. هذه النفايات تتميز بصعوبة حقيقة صعوبة تحللها بمرور الزمن، لذلك تسبب تغير بمكونات المكونات البيئية نسبة وجودها. فأكياس البلاستيك مثلا تؤثر على الأحياء البحرية والبرية لأنها غير منفذة للهواء، وتسبب في اختناق كثير من الأحياء عند دخولها في تلك الأكياس. إذا الفرق بين النفايات العضوية والنفايات البلاستيكية، النفايات العضوية تحتاج إلى وقت بسيط للتحلل والرجوع إلى عناصرها الأساسية، بينما النفايات البلاستيكية يحتاج إلى وقت أكثر تعدى عشرات السنين حتى تتحلل. طبعا الأمور اللي يجب اتباعها لحد من تلوث النفايات البلاستيك، الأمور الإيجابية شلون أنا أقدر أقلل من النفايات البلاستيك؟ أول أمر أقدر أقلل استخدام هذه الأكياس للمشتريات اليومية، بدل ما استخدم عدة كاري باج اللي هي هذا الكيس البلاستيك، استخدم كيس بلاستيك واحد واخلي به غراضنا. ايضا اعادة استخدام الاكياس لاكثر من مرة بدلا من رميها. لو نجي نشوف اللي بهذه الصورة، هذا كيس ممكن استخدامه اكثر من مرة قبل ما يعني يتلف عندي. كذلك رمي الاكياس البلاستيكية في الاماكن المخصصة لها. نشوفون هذا الطائر خطير مختنق بهذا الكيس البلاستيكي اللي مرمي كنفايات بلاستيكية. أو أيضا من الأمور الإيجابية جمع المنتجات البلاستيكية بغض النظر عن نوعيتها اللي ما نحتاجها، ونحاول نمررها إلى شركات اللي تستلم أو اللي تعمل على إعادة تدويرها. هذا خط إنتاج إعادة التدوير الخاص بالمواد البلاستيكية، بحيث ممكن استخدامها في أمور وحاجات أخرى بعملية تسمى بالريسايكلينج أو إعادة التدوير. ريسايكلينج أي إعادة تدوير وصنع العديد من المواد البلاستيكية من مواد بلاستيكية مصنعة سابقا. هنا السؤال اللي يتحدث عن البوليمر البيولوجي المتحطم. بعض أنواع البوليمرات طبعا الآن بدأ يفكر بتخليل من النفايات البلاستيكية، بحيث تم صنع بوليمر يسمى بالبوليمر البيولوجي المتحطم أو ما يعرف بالديجرادابل بايو بوليمر. هذا عبارة عن بلاستيك أيضا قابل للتحلل الحيوي، يعني صفاته تكون مشابهة للصفات الطبيعية. بالإمكان البكتيريا المحللة أن تعمل على تحليل هذا النوع من أنواع البلاستيكية، بحيث ممكن تقليل أو نقضي على مشكلة تلوث النفايات البلاستيكية في حال استخدام البوليمر البيولوجي المتحطم. طبعا هذا يصنع من السكر، تخمر السكر بفعل البكتيريا نوع بكتيريا خاصة بسكر معين تخمر لنا السكر، وهو بلاستيك نموذجي ويمكن تشكله في قوالب وشرائح
أي نوع من أنواع البلاستيك اللي ممكن نصنعه، ممكن تصنعه بواسطة هذا البوليمر البيولوجي المتحطم، أو هذا النوع من أنواع البلاستيك الصديق للبيئة، أو شرائح يمكن نسجها، أو هو يشبه بلاستيك البوليبروبيلين، بوليبروبيلين بي بي اللي تحدثنا عنه. طبعا كلفة إنتاجه تكون عالية، قد تصل إلى 15 ضعف من البوليمر المصنع. طبعا أحد أنواع أسماء البوليمرات البيولوجية الممكن تحطيمها أو إعادة تشكيلها اللي هي البولي هيدروكسي بيو تيرات، هذا نوع من أنواع البوليمر البيولوجي المتحطم، اسمه الكيميائي بولي هيدروكسي بيو تيرات. طبعا هذا البلاستيك يتحلل حيويا ويمكن الرجوع إلى العناصر، إرجاعها إلى العناصر هي الأساسية، بحيث يستفاد منها النبات باستخدام التحلل البكتيري. هذه هنا عندنا بعض أنواع الأواني المنزلية المصنعة من هذا البوليمر، البوليمر الصديق للبيئة اللي سمي بالبوليمر البيولوجي المتحطم. هذا السلايد كلش مهم شباب، أنواع البلاستيك ورموزه، وتعرف على تحمي صحتك وصحة عائلتك. بعض الأحيان إحنا بنجي نقلب أي عبوة بلاستيكية نشوف عليها عملية إعادة تدوير هذه العلامة شباب، ومكتوب داخلها رقم 1 2 3 4 إلى 7 إلى آخره من الأرقام. طبعا هذا النوع الأول اللي هو البولي إثيلين تريفثاليات بي إي تي إي رمزه 1، هذا آمن، ولكن الاستخدام مرة واحدة، ممكن استخدامه مرة واحدة. مثل هذا البوليمر موجود بعبوات صناعة المشروبات الغازية. هذا البوليمر الثاني اللي هو ال اتش دي بي اي اللي هو الهاي دنسيتي بولي اثيلين، بوليمر عالي الكثافة، هذا آمن وقابل للتدوير. طبعا علب الالعاب، العاب الاطفال ممكن ان تصنع من هذا البوليمر، مكتوب عليها الرقم 2. بوليمر رقم 3، هذه العلامة معناته هذا البوليمر سام وخطر، يستخدم في التغليف فقط. يجب ان نراعي عدم التماس للاطعمه والمواد الجسميه. نوع اخر اللي هو اللو دنسيتي بولي اثيلين اللي هو البوليمر منخفض الكثافه، هذا رقم 4، هذا امن، بس امن للبشر، ولكن لا يمكن استخدامه مع الاكل، ضار اذا استخدم مع الاكل. النوع الخامس هذا امنهم اللي هو البولي بروبيلين اللي تحدثنا عنه بي بي، هذا اكثر امن، يستخدم في الميكروويف في الحرارات العاليه. طبعا الميكروويف اللي هو الطباخ المستخدم في بعض انواع المطابخ. نوع اخر من انواع البوليمرات اللي رقم 6 اللي هو البولي ستايرين، هذا سام وخطر، يشبه الفلين الطبيعي، وانواع اخرى من انواع البوليمرات. طبعا هذه العلامات موجوده في سطح العبوات البلاستيكيه، ممكن ان نستدل على خطوره هذا البلاستيك للصحة وللبيئة وللنفايات البلاستيكية من خلال هذه العلامات. هذه العلامات مهمة جدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ختاما، شكرا لحسن انتباهكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.